السلام عليكم. قال عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أبو بكر مصطفى إن حصيلة الاشتباكات مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت بلغت 10 شهداء وأكثر من 120 جريح، منهم 3 إعلاميين. وأضاف مصطفى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص سيطرت على الحي رقم 2 بشكل كامل، وتقدمت بحذر في الحي رقم 1 نظرا لكثرة المفخخات التي زرعت من عناصر التنظيم، موضحا أن 14 دبابة شاركت في معارك الثلاثاء. وأشار مصطفى إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ قرابة 20 غارة جوية استهدفت سيارات مفخخة وسيارات لنقل الذخيرة تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة. نشر المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص رسما توضيحيا لسير المعارك والأوضاع الميدانية في مدينة سرت وتقدم قوات البنيان في أكثر من محور. وأوضح المركز أن الحي رقم 1 والحي رقم 3 والرياضية ومجمع العيادات تعد مناطق اشتباك بين قوات البنيان وما يعرف بتنظيم الدولة. وأضاف المركز أن المناطق التي تمت السيطرة عليها هي الميناء البحري وقصور الضيافة والفندق الرئاسي شرقا، والحي رقم 2 وحي الدولار وقصور الضيافة غربا، فيما تمت السيطرة على المصرف التجاري وعمارات الصحة ومستشفى ابن سينا ومجمع قاعة واجادوغو جنوبا. نناقش هذا الخبر وأبعاده مع ضيوفنا عبر سكايب من مصراتة الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية إسماعيل المحيشي، وعبر الهاتف من مصراتة الخبير العسكري نوري الصلابي. كذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة المتحدث الرسمي باسم مستشفى مصراتة المركزي أكرم جليوان، وعبر الهاتف من مصراتة أيضا عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص محمد سويب. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك سيد سويب. هل لك أن تضعنا في آخر مستجدات المعارك في مدينة سرت ضد ما يعرف بتنظيم الدولة؟ عندي سؤال لو سمحت. انقطع الاتصال. على كل حال أنتقل إليك سيد الصلابي إلى أن يفيدنا سيد سويب بمستجدات المعارك في سرت. كيف تقيم المستجدات العسكرية الأخيرة على الأقل والتي تأتي في صالح قوات البنيان المرصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لكم جميعا ولمشاهدي ليبيا كل الأحرار. أولا نبارك انتصارات البنيان المرصوص في يوم أمس، ونترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله الشفاء للجرحى. من خلال المعارك الأخيرة، بالرغم من الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف قوات البنيان المرصوص، إلا أنه اتضح أن التنظيم الإرهابي الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة ويستخدم آخر أوراقه، وليس له من شيء يحققه إلا إيقاع عقد القتل من القتل والتدمير في، فهو تنظيم دموي همه الوحيد هو قتل كل من يخالفه الرأي والعقيدة. طيب. انتصارات يوم أمس كانت رائعة بالرغم من مما يعني العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء ونسأل الجرحى أن يشفيهم. ففي الواقع تبين يوم أمس أن هذا التنظيم لم يتبقى له شيء، وهو الآن يستخدم أوراقه الأخيرة. طيب أرجع إليك سيد سويب إلى آخر مستجدات المعارك في سرت. سيد سويب هل أنت في الاستماع؟ طيب هنالك مشكلة إذا من جديد في الاتصال مع سيد سويب. إليك سيد المحيشي، سياسيا ما الاستفادة التي يمكن أن يكتسبها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات التابعة له؟ من أهم الملفات وأهم التحديات التي تواجه حكومة الوفاق الوطني، على حكومة الوفاق الوطني الآن استثمار هذا الانتصار في عملية التوافق والمصالحة وحق الدماء الليبيين. نتمنى أن تكون هناك خطة واستراتيجية واضحة، عملية احتواء قيادات والقادة الميدانيين والكتائب الثوار الذين يشاركوا في عملية البنيان المرصوص في مؤسسات أمنية ومؤسسات عسكرية ومؤسسات استخباراتية. محاربة الإرهاب تحتاج لتكوين مؤسسات أمنية واستخباراتية حتى نستطيع أن نتواصل مع الدول المجاورة لليبيا والدول المطلة على البحر
المتوسط باعتبار ان الارهاب عدو مشترك لكل الدول المجاوره لليبيا وكل دول العالم. نتمنى من الحكومه ان يكون لها هذه الاستراتيجيه وان تكون لها هذه الخطه في عمليه احتواء هذه القوة العسكرية وقوة الثوار في عملية البنيان المرصوص، لأن عملية البنيان المرصوص حققت انتصار تاريخي وكانت ملحمة وطنية بمعنى كلمة الملحمة في وقت قصير وإمكانيات قليلة. والنقطة الإيجابية التي كان لها دور في هم قيادات بنيان المرصوص أنهم أرجعت الحياة في المدن في القرى والمدن التي تم تحريرها، وشاهدنا الآن ما يحدث الآن في بوغرين والوشكة، حتى المؤسسات التابعة للشرطة رجعت وبعض المصارف بدأت تعمل، وشاهدنا الصيانة التي قاموا بها الشركة العامة للكهرباء في عملية في محطة البخارية. إذا هناك الآن خطة وضعت في عملية استرجاع المهاجرين إلى قراهم وإلى مساكنهم، وهذه تعتبر نقطة إيجابية تحسب للقادة المحاور في البنيان المرصوص وكذلك للقادة الميدانيين. طيب سيد المحيشي، اسمح لي أن أنتقل إلى سيد سويب يلتحق بنا الآن من جديد. سيد سويب، هل تسمعني بشكل واضح؟ نعم. طيب دعنا في آخر مستجدات المعارك لو سمحت. مستجدات المعارك، كما أسلف الإخوة، هناك هدوء حاضر جدا، السيطرة على الحي رقم 2 وبعض المناطق المحيطة به، الحي رقم 1 قاب قوسين وأدنى يتم السيطرة عليه، لا زال متمركزين الدواعش في الحي رقم وفي بعض أطرافه أيضا. الأمور تسير من حسن إلى أحسن كما أسلف الإخوة قبلي. طيب واضح. إذا على المستوى الصحي سيد قليوان، ما آخر إحصائية الإصابات التي وصلتكم من قبل قوات البنيان المرصوص تحديدا واليوم؟ تقصد اشتباكات يوم الأمس يعني؟ اشتباكات يوم الأمس أو مطلع اليوم؟ طبعا وصل المستشفى الميداني أكثر من 120 جريح، تم تحويل عدد 97 جريح منهم استقبلناهم يوم الأمس إلى مستشفى مصراتها المركزي. طبعا حصيلة شهداء 10 شهداء. هذا اليوم يعني يشهد يعني هدوء يعني هذا بالنسبة لعدد الجرحى، استقبلنا عدد يعني 5 جرحى، إصابات متفاوتة أغلبها يعني بسيطة. الوضع طبعا داخل المستشفى يعني تم تحويل أعداد من الجرحى إلى المستشفيات الخاصة داخل المدينة حتى يتسنى لمستشفى نصرات المركزي استقبال أعداد أخرى من الجرحى، لأن الجرحى القتال ممكن أن تشتعل في أي وقت، فبالتالي يجب الاستعداد الطبي لاستقبال أعداد أخرى من الجرحى. الكل يعلم أن أعداد كبيرة من الجرحى تم استقبالها داخل المستشفى، هو المكان الوحيد داخل مدينة مصراتة. أيضا يعلم الجميع أن مستشفى مصراتة المركزي أساسا يدخل الصيانة، وبالتالي السعة السريرية لدينا محدودة جدا، يعني يجب التعامل مع الحالات بشكل مستعجل حتى يتسنى للمستشفى الاستقبال وتجهيز المعارك اللي هي الحسن لتحرير مدينة سلطة. طيب سيد الصلابي، بما ان يعني ما يواجهه الان قوات البنيان المرصوص من تحدي الان هي مساله الالغام المزروعه، ما الاليه العسكريه التي يمكن الاستعانه بها لتجنب وقوع خسائر بشريه اكبر نتيجه هذه الالغام اثناء تقدمهم باتجاه الحي رقم 1؟ طبعا هذه الوسيله صعبه جدا، يعني خاصه يعني اذا كانت الآلية مصححة، فقط هو استخدام يعني اليقظة، أولا اليقظة من قبل المقاتلين والانتباه الجيد دائما والاستطاع، وأيضا استخدام يعني ورود تواجد أسلحة ثقيلة يعني يمكن تستهدف هذه المصححات، أما غير ذلك فالعملية صعبة جدا. والحمد لله هم الآن أخذوا يعني تعودوا عليها وعرفوا كيفيه التعامل معها، فباذن الله لن تحدث يعني مستقبلا اي اضرار كبيره فيهم. هل تعتقد ان قوات التحالف الدولي او الغارات التي تنفذها الطائرات الامريكيه لربما ساعدت قوات البنيان المرصوص في هذا السياق؟ بالتاكيد، حتى ولو انها اتت يعني في المراحل الاخيره والى الان لم تنفذ يعني تلك الاعداد الكبيره، يعني ما نفذته هو
خلال منذ دخولها إلى الآن، يعني فيها في ما يقارب 17 يوما، يعني كان يعني تنفذ بدها في يوم واحد في 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 أماكن أخرى. يعني فالعملية يعني لا لا يعني المنطقة ضيقة، والأهداف يعني غير يعني ليست أهداف كبيرة، يعني إنما هم قناصة ويعني سيارات مفخة يعني أو آليات بسيطة، لا يملكون الآن آليات يعني يمكن استهدافها جيدا. فالعملية المساعدة بسيطة، يعني تعتبر إلى حد الآن لم يقدموا تلك المساعدة الكبيرة التي يعني يعني يمكن أن ذكرها واحتسابها. طيب سيد المحيشي، القيادة العسكرية الأمريكية إذا أكدت أن طائراتها نفذت 48 غارة جوية ضد مواقع التنظيم منذ مطلع أغسطس الجاري، أنت كنت موجود في سرت، كيف تقدر نتائج هذه الغارات على الأرض؟ أول هذه النتائج هو اعتراف المجتمع الدولي أن قوات البنيان المرصوص هي القوة الوحيدة في ليبيا التي تحارب في الإرهاب وحققت انتصارات في وقت قصير وأمكانيات محدودة جدا. عندما نتكلم مواجهة الإرهاب، هذا عدو مشترك، لا تستطيع ليبيا مواجهة الإرهاب بوحده بحكم أن هذا ملف معقد جدا، هذا مربوط بعملية استخباراتية، أغلب أعضاء هذا التنظيم هم من جنسيات غير ليبية. إذا التعاون الدولي لهذه القوات تعتبر نقطة إيجابية وتحول كبير من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية على المشهد في ليبيا. نعم تأخر التحالف الدولي والمجتمع الدولي في دعم ليبيا في عملية مكافحة الإرهاب، لكن تبقى هناك نقطة إيجابية أن أصبحت الآن قوة البنيان المرصوص هي القوة الوحيدة التي حاربت وحققت انتصار في وقت قصير وقلة الإمكانيات، والمجتمع الدولي كله أشاد بهذه النقطة. أكيد هناك تحديات أخرى بعد إعلان تحرير سر. من الناحية العسكرية ومن الناحية المدنية نستطيع أن نقول أن المعركة حسمت في سر لصالح قوة البنيان المرصوص، والذي يتم الآن هو ملاحقة فلول هذا التنظيم، وهي ما هي مسألة إلا أيام ويتم تحرير هذه المدينة بصفة عامة. نتمنى من حكومة الوفاق الوطني أن تكون لها استراتيجية عامة لمكافحة الإرهاب، وقد وضح السيد فايد السراج أن ليبيا أصبحت عضو في التحالف الإسلامي والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. الإرهاب مربوط بعملية الفساد المالي والإداري، كذلك في الهجرة غير شرعية، كذلك في الإسراع في عملية التحول والخروج من أزمة في ليبيا إلى مرحلة الاستقرار وهي مرحلة الدستور وغير ذلك. إذن على حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي وكذلك على الأسام والمؤسسات التي انبثقت من اتفاق الصخيرات أن تكون لها استراتيجية ورؤية عامة لمكافحة الإرهاب. مكافحة الإرهاب مفهوم معقد جدا، له جوانب اقتصادية كذلك تنموية، كذلك فيما يخص القوى العاملة والموفدين، هذه قضايا معقدة جدا. نتمنى من حكومة الوفاق أن يكون لها دور واضح في عملية مكافحة الإرهاب، وكذلك التواصل مع الدول الأخرى التي تكافح هذا الإرهاب في عقد اتفاقيات ومشورات حتى نستعين بخبرات الدول الأخرى. ليبيا مساحة كبيرة جدا، عدد سكان قليل، عدم وجود أي مؤسسات لمراقبة الحدود في ليبيا سواء كانت البرية والبحرية والجوية، نحن في أمس الحاجة من دعم المجتمع الدولي حتى نستطيع مكافحة الإرهاب بحكم طيب إن بالحديث عن دعم المجتمع الدولي هنا سيد المحيشي، سيد قليوان، الحكومة الإيطالية في سياق تنسيق لتحضير مستشفى ميداني ونقله إلى ليبيا، إلى أي مدى ستساهم هذه الخطوة في التخفيف تخفيف العبء عن مستشفى مصراتة المركزي؟ سيد قليوان، هل أنت في الاستماع؟ أنا استمعت، هو مستشفى ميداني يعني عسكريا. نعم صحيح معك، سمعتني. بالنسبه للمستشفى اللي حتكون ايطالي بتجهيزه، يعني ممكن حيخفف علينا ضغط، يعني تاهيل الاصابات، يعني الكل يعلم الى هذه اللحظه يعني تجاوزنا ال 1900 جريح منذ بدايه العمليات البنيان المرصوص، فبالتالي كخطوه يعني تعتبر يعني ولو انها جاءت متاخره الا انها ممكن حتساهم في تخفيف الاعباء على المستشفى، في تاهيل الجرحى من الناحيه النفسيه والجسديه. عندك عده حالات يعني اصابات يعني سببت اعاقات جسديه، منها حالات يعني كبيره جدا ادت الى بتر اعضاء الجسم يعني الارجل واليدين، فبالتالي ممكن هذا حيساهم علينا في المنظور القريب. ارى ان المستشفى المساعد المركزي لا يزال يعاني وحيدا داخل مدينه نصراته بالتعاون الشبه كامل مع المستشفيات الخاصه داخل المدينه،
من المنظور البعيد ممكن اتفق معك، ولكن من المنظور الآني وخصوصا أننا نقترب من معارك الحسم وتحرير مدينة سرت، فأعتقد أن من الصعب تجهيز مستشفى متكامل يعني لتخفيف العبء أو الضغط الحاصل على الكوادر الطبية والطبية المساعدة. أيضا لا ننسى أيضا المخزون المستشفى من الأدوية واحتياجنا المستمر نتيجة لتزايد الاستهلاك المواد الطبية والأدوية التخدير والعناية. فبالتالي الوضع داخل المستشفى المساعد المركزي يعتبر إلى هذه اللحظة يعني لا يزال يعني الضغط مستمر، حتى ولو أن هذا المستشفى يعني قد يعني جهد، ولكن أعتقد يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يستقبل الحالات الجراحية. طيب يعني وأنت تعمل داخل المستشفى، هل ترى أن هذه الخطوة من قبل إيطاليا هي أفضل من نقل الحالات إلى خارج ليبيا؟ أكيد، خصوصا تحت الظروف التي تعاني منها ليبيا وصعوبة يعني الحصول على تأشيرات ونقل جرحى في حد ذاتها، نجد صعوبة كبيرة جدا يعني حتى داخل المستشفى يعني هناك أعداد من الجرحى لا نستطيع يعني تحويل جميع الحالات للخارج، أولا لأن عندنا مشكلة اللي هي صعوبة اللي هي حصول تأشيرة لجميع الجرحى والمصابين، أيضا مسألة الوقت يعني الوقت مهمة جدا، الإصابات يعني تتطلب ممكن تدخلات جراحية طارئة، عندنا بعض التخصصات يعني التخصصات يعني الجراحية أيضا تتطلب يعني يعني العمل والتركيز في التدخل الجراحي، فبالتالي يعني من الافضل ولو في الوقت الحالي اللي هو عمل برنامج كامل والتعاون مع مستشفى المساعدات المركزي حتى يتسنى للمستشفى تقديم الخدمه او العلاج المناسب للجرحى. طيب سيد صلابي، وفقا للاحداثيات العسكريه يبدو ان قوات البنيان المرصوص تحاصر عناصر ما يعرف بتنظيم دولة داخل الحي رقم واحد وكأنها تفرض طوق عليهم، هنا أي الخيارات تبقى أمام عناصر التنظيم للخروج من داخل هذا الحي؟ أي استراتيجية يأخذها البنيان المرصوص في هذا السياق؟ طبعا هم في الوقت الحالي وخاصة عند تضييق اختناق عليهم في الحي رقم واحد وما والحي رقم ثلاثة أيضا، ليس لهم أي مجال للفرار من هذه المنطقة، خاصة وأنهم يعني عددهم ليس كثير حاليا، فلا يستطيعون التمرس يعني والمناطق كلها محاصرة الآن والمنطقة ضيقة ولا توجد بها يعني أماكن يمكن إلا نادرا يعني أو حتى ولن حدث، وإن حدثت مثل هذه يعني تحدث في حالات فردية معينة للهروب، أما غير ذلك فهم الآن محاصرون ولن يكون مصيرهم إلا الموت المحتوم. هل تعتقد أن جميع عناصر التنظيم يعني تم خوض معارك معها ولم تخرج من نطاق سرت، أم أنها لربما تمكنت من الخروج داخل الحدود لسرت ولربما تشكل مصدر تهديد أمني في وقت لاحق بعد انتهاء عملية البنيان؟ في بداية العملية عند هجومهم على منطقة بوغرين والهجوم المضاد الذي قامت به قوات البنيان المرصوص والخسائر الفادحة والهزيمة النكرة التي تعرضوا لها، فإن عددا كبيرا منهم خاصة من الأجانب والعرب يعني فر عدد منهم يعني منهم من فر خارج البلاد ومنهم من فر إلى المناطق المجاورة القريبة من منطقة القتال في الجنوب وفي غرب ليبيا وربما حتى في شرق ليبيا، فهم يعني يتلونون ومخادعون يعني لا تستطيع تمييزهم من عاد من يعني الناس العادية، غيروا يعني قاموا بحلاقة لحيهم وتغيير ملابسهم وممكن يعني انخرطوا بين المدنيين وكانت لهم فرصة للفرار، أما بعد أن تم دخول سرت ومحاصرتها من جميع المناطق ودخول أيضا القوات البحرية ومحاصرتها للساحل في شمال سرت، فلا اعتقد ان هناك يعني من يمكنه الفرار او التملص، حتى وان حدثت هذه فتحدث يعني فرديه عمليات بسيطه جدا واعداد لا تحسب يعني.
طيب سيد المحيشي، برأيي كيف يتوجب على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أن يتعاملوا مع إمكانية وجود خلايا قد تكون تكونت من عناصر فرت أثر المعارك في سرت، عناصر للتنظيم؟ مكافحة الإرهاب مشروع واستراتيجية، لابد لهذه الحكومة أن تكون لها استراتيجية لمكافحة الإرهاب. إشكالية ليبيا معقدة جدا، حدود ليبيا واسعة كبيرة جدا، وليس هناك مؤسسات لمراقبة هذه الحدود. نتمنى من حكومة الوفاق الوطني أن تكون لها استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك تفعيل اتفاقيات مع إيطاليا، وكذلك مع بعض الدول الأوروبية في عملية مراقبة الحدود والدعم التكنولوجي والتقنية. في ليبيا نحن دولة نامية، وخرجنا من ثورة، والظروف في ليبيا معقدة جدا. نحن في أمس الحاجة أن تكون لنا هذه التقنية والتكنولوجيا حتى نستطيع مراقبة الحدود، وكذلك حتى مراقبة البوابات بين المدن، بحكم أن ليبيا عددها قليل جدا وهناك مناطق صحراوية كبيرة جدا. لابد أن يكون هناك دعم دولي لحكومة الوفاق الوطني والمؤسسات التابعة لهذه الحكومة، ويبقى هذا الملف أحد التحديات الكبيرة أمام حكومة الوفاق الوطني، باعتبار أن مكافحة الإرهاب أصبح مرتبط بقضية الفساد المالي والإداري والهجرة غير الشرعية، وكذلك الإشكاليات المعقدة الآن والحروب الأهلية في المنطقة الشرقية. لابد من حكومة الوفاق الوطني أن تكون لها هذه الاستراتيجية، وكذلك أن تستفيد من خبرات وتجارب الدول الأخرى في مكافحة الإرهاب والغلو والتطرف. طيب سيد قليوان، ماذا عن حاجة مستشفى مصرات المركزي للمستلزمات الطبية وفق الحالات التي يتلقاها؟ مثلا هل تدعمكم منظمات دولية كأطباء بلا حدود، إمرجنسي، أو حتى الصليب الأحمر الدولي في هذا السياق؟ بأمانة هناك دعم دولي، يعني يأتي بين الحين والآخر إلى مستشفى مصرات المركزي. أيضا يعني مؤسسات خيرية داخل البلاد تدعم المستشفى ببعض الاحتياجات، ولكن زي ما سلفت بالذكر يعني احتياج المستشفى كبير جدا، خصوصا أن العمليات أو الاشتباكات العنيفة الدائرة يعني زادت شدتها في الأيام الأخيرة، أصبحت العبء أكبر على مستشفى مصرات المركزي. فبالتالي احتياجنا مستمر، الدعم موجود ولكن لا يكفي بالغرض، يعني لازلنا نعاني من اللي هو خوف أو إدارة المستشفى مصرات المركزي على اللي هو نقص المخزون المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية. يعني هل هذه المنظمات الدولية طبيعة دعمها تأتي في سياق توفير مستلزمات طبية وأدوية محددة، أم أن خوف مستشفى مصرات المركزي إدارته يعني من شيء آخر؟ لا، هو الخوف من اللي هو ازدياد وتيرة الاشتباكات واللي هي الحالات، فبالتالي الاستهلاك الكبير جدا للمخزون الموجود حاليا. يعني الدعم لا يأتي بطريقة يعني منظمة ومستمرة، لكن يأتي هو من ناحية انه يأتي دعم، هناك دعم، ولكن الدعم غير يعني غير لا يلبي طموحات إدارة المستشفى، لأنه يأتي على فترات متقطعة، على فترات بين الحين والآخر، لا يأتي بطريقة دورية يعني مستمرة. النقطة الأخرى اللي هي مهمة جدا، طبيعة الحالات أغلب العمليات الجراحية تجرى داخل مستشفى مصرات المركزي، فبالتالي الاستنزاف حيكون داخل المستشفى. أيضا حالات الإيواء بالنسبة للعناية، هناك يعني يوميا تجرى يعني من يوم أمس إلى هذه، وأنا أحدثكم من داخل مستشفى مصرات المركزي، هناك عمليات جراحية لا تزال تجرى داخل غرف العمليات لمصابين من يوم إصابتهم يوم الأمس. يعني ناهيك عن أن المستشفى هو من يقدم الخدمة لأبناء المدينة والمقيمين فيها، فبالتالي نحن نواجه جبهتين، جبهة داخلية وأيضا الجبهة الخارجية اللي تأتي الجرحى من مدينة سرت. طيب سيد الصلابي، أختم معك، هناك مخاوف يبديها البعض من أن يغير تنظيم الدولة استراتيجيته إلى حرب عصابات بعد قرب هزيمته من معقده في سرت، كيف تجد واقعية هذه المخاوف؟ طبعا بالنسبة للحالة اللي في ليبيا الآن، معرضة هذه البلاد لأن تحدث فيها مزيدا من الأعمال الإجرامية. طبعا التنظيم يعني هو صنيعة أعوان الطاغية الذين هدفهم الانتقام الليبيين، وهم لا يزالون على مبدأهم ولا يزالون يستخدمون كل الأموال التي نهبوها والتي هربوها في الخارج في مشروعهم الإرهابي، وهو عدم استقرار ليبيا. يستخدموا كل الوسائل، سواء تنظيمات إرهابية مثل هذه أو غيرها، يعني
اشتروا الاسلحه، عملوا على انتشارها في ليبيا، عملوا يعني على اعاده يعني عناصر وخلول كتائب القذافي الى الجيش الليبي، وهناك يعني قوات كبيره موجوده في غرب ليبيا وفي شرقها، كلها يعني معظمها كانوا يقاتلون مع القذافي. هؤلاء همهم وعملهم ووظيفتهم هو زياده يعني هم الليبيين وزياده مشاكلهم والقيام بالترهيب والخطف واعمال الاجرام كما يحدث الان في منطقه ورشفانا وفي الجنوب وفي عديد من المناطق. يعني هذه من يقوم بها العسكريون الذين كانوا يقاتلون مع القذافي واستغلوهم اعوان الطاغيه في الخارج بالاموال ودعموهم، وهم من يقومون الان. واضح، شكرك جزيلا سيد نوري الصلاب. يبدو أن الصوت يعني قد انقطع، ولكن على كل حال بهذا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج خبر وبعد. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر سكايب من مصراتة الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية إسماعيل المحيشي، وعبر الهاتف من مصراتة الخبير العسكري نوري الصلابي، والمتحدث الرسمي باسم مستشفى مصراتة المركزي أكرم أجليوان. في بداية الحلقة كان معنا من مصراتة أيضا عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص محمد سويب. تقبلوا تحياتي مشاهدينا ودمتم في أمان الله.